بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا زبائننا الكرام، زبائن بيت العسل. اليوم حبينا نوضح لكم موضوع جدا مهم اللي هو أنواع الضعف الجنسي. مثل ما تعرفون إخوان أنه الضعف الجنسي يكون على نوعين، النوع الأول اللي هو ضعف الرغبة الجنسية والبرود الجنسي، وضعف في الانتصاب وسرعة في القذف. وهذا الشيء وفرنا لكم إلى العسل الأبيض مع المقوي الخاص من بيت العسل، يعمل على علاج مشكلة ضعف الانتصاب وسرعة القذف. والنوع الثاني اللي هو ضعف نسبة الحيوانات المنوية وضعف حركتها، إضافة إلى صغر حجم البويضة بالنسبة للنساء. ووفرنا لكم خلطة الذرية اللي هي تعالج مشكلة نسبة الحيوانات المنوية، وبالتالي تكون الحمل إن شاء الله. طبعا كل منتجاتنا هي آمنة لمرضى الضغط والسكري كونها من عسل طبيعي ومواد طبيعية 100%. متوفرة منتجاتنا في الفرع الأول في بغداد حي العدل شارع الأسواق المركزية، والفرع الثاني في حي البساتين قرب جسر المثنى. تتوفر خدمة توصيل داخل بغداد مجانية وجميع المحافظات، فقط 5000 دينار. مع كل طلب تجي علبة هدية، علبة عسل صافي أي نوع من أنواع العسل مثل ما تلاحظون، أو علبة شمع حسب رغبة الزبون. للطلب يرجع مراسلتنا على الخاص أو الاتصال على الأرقام المذكورة.